بشرى سارة، كل متابعينا متابعي شركة باور هاوس العراق، أصحاب الصالات الرياضية من الرجال والنساء. توقفنا تقريبا شهر أو ثلاثة الجهاز شحن السوق، جبنا لكم الإصدار الحديث موديل 2023 من إيطاليا إلى العراق، وسددنا كل الحجوزات بالبصرة بالناصرية بالعمارة بربيل بدهوك ببغداد عاصمتنا الحبيبة، وتم تجهيز كل الصالات الرياضية وتوفر جهاز عندنا جمع متقابل، وأيضا نشر لجانب مسند الرأس من أجهزة بنت الإيطالية موديل 2023. نقول لكم احذروا التقليد، لأن جابوا إيراني أو جابوا صيني ترى ما اشتغل، وتعرضوا اللاعبين إلى إصابات. هذا الجهاز إيطالي، والوكالة الحصرية لدى شركة بنت في العراق شركة باور هاوس العراق. نشتغل الجهاز هو جمع متقابل، هو نشر متقابل، وبي سلايد حسب طول اللاعب. شقد طول اللاعب يوصل له الجهاز، والجهاز هذا يختلف عن القديم. تعال قرب شوفوا الباركورد، يطلع الجهاز موديله 2023 الوكالة الحصرية لدى شركة باور هاوس العراق.